فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وأنتم، قال صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نحن نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. هذا في ختام هذه الخطبة العظيمة، مع أن الشيخ رحمه الله لم يسقها كلها، وإنما ساق جملا منها وأتى على الأخيرة منها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيم عليهم الحجة بأنه بلغهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستسألون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فرفع صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، اللهم اشهد. فدل على أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين الذي أمره الله به: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن عليك إلا البلاغ. فهو بلغ صلى الله عليه وسلم بشهادة أمته له أنه بلغ. والله جل وعلا يقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. في يوم القيامة يسأل الأمم هل بلغتها رسلها، ويسأل الرسل، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، يعني الأمم. ويوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: سبحانك لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالله جل وعلا يسأل الرسل عن أنهم بلغوا، ويسأل الأمم عن أن الرسل بلغتها. هذه الأمة شهدت لنبيها صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين في هذا اليوم العظيم وهذا المشهد العظيم، ونحن نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين. وها هو القرآن العظيم يتلى ونتلوه ونسمعه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يسقط منه حرف واحد أو كلمة واحدة أو آية. وكذلك سنته صلى الله عليه وسلم قد حفظت لنا ودونت لنا ونظمت لنا تحت أبواب وكتب، بحيث أننا نرجع إليها عند الحاجة، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر بين أظهرنا في سنته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي.